جعفر أحمد ناصر جمعة 29 سنة جعفر أحمد ناصر جمعة أنا والد جعفر أحمد ناصر جمعة المختطف من الحين 4 سنوات ما شفنا وأزجد من 100 مرة يدهموا البيت وكسروا البيت وخلونا كده هذا البيت كسره لا خلوا لنا باب ولا خلوا لنا فوق ولا حد ولدي محكوم من أكثر من 100 سنة وحمل الحكومة سلامة ولدي مهدد بالتصفية الجسدية مداهمات اللي صارت عن البيت الكل يشوف البيبان كسروها ما خلى علينا لا فوق ولا حدا لا خلى فوق البيبان كل كسروها الصغيرات كسروها ما خلوا شيء حطينا حديد ولا فاض خربوهم احنا 4 سنوات ما شفناه ما شفنا له ضبط ما شفنا وجه من بين يوم يومين مروا على البيت ويفتشون تفتيش وهذاك فوق وحذر لا خلون خلقون لا خلون هذاك اللي يحصلونه ياخذونه وانت ما وراكم المحكمه بالموقع عليها ما عندهم شيء ما عندهم وراكم بالعماله بس يتعمدون بس شيء اللي عندك ياخذونه الفلاجة اللي فيها يعشرونه ما خلون شيء ولا خلوا ولا مشوا كلبوا مهسوا حتى الفلاجة كلبونها يمشوا أنا في هذا في الصالة أقف هذا ما شفت من اللي عندي وش عندي وين داشين انتو من داشين من داشين عن نسوا من داخل الدريشة بعد هذا الفلاجة كلب الفلاجة ودشوا من الدريشة على النسوان ما سمعش النسوان إلا صرخة النسوان واش عنك قالت أنا واش عنك قام دوش عينا تحتي دوش وهذاك ما دشوا دشوا من الدريشة كسروا من صبيلة ودشوا من الدريشة ما حجر على النسوان دشوا فقد تمكنت من القبض على مرتكب الاعتداء الارهابي على مدير تحرير صحيفة الوطن السيد مهند ابو زيتون بتاريخ 25 من اغسطس للعام 2010 وقد باشرت وزارة الداخلية وبشكل مكثف عمليات البحث والتحري والتي ادت الى تحديد هوية المتورطين وبعد استصدار اذن من النيابة تم القبض عليهما وهما جعفر أحمد ناصر جمعة 27 سنة موظف عقب تهموه بقضية أبو زيتونة اللي هو رئيس تحرير صحيفة الوطن الكل عرف عن هاي القضية تهموه وظلت المحاكم تمشي إلى ما بعد أن طلب المحامي إحضار أبو زيتونة ولما انحضر ابو زيتونه استغرب قال لا مو هذا الشخص ذاك الشخص طويل وضخم اللي ضربني فمن كده طلع براءه كنا ما نشوفهم الا في وسط البيت في وسط البيت نشوفهم ولا يحضرون لك ولا يعطونك اي اذن من النيابه ما عندهم اي اوراق من النيابه تطلب وين الاوراق باذن حق التفتيش يقول لك ما لك حق ولا لك بيت هذا البيت بيت الحكومة أمرار يقولونها كما أنهم يتلفظون على الحريم بألفاظ بديئة دائما يتلفظ لدرجة أن حوالي ما يقارب من مرتين حتى زوجة أخوي ضربوها على أن شافوا في ايدها تليفون ضربوها على ايدها هالايام
سمعنا بأنه من 4 سنوات ما نري عنه ولا نعرف عنه شيء ولا نشوفه ولا نري عنه كلش كلش ما نري عنه وين. هالمرة سمعنا من الناس اللي يقولون أنه تجود. الآن نحمل المسؤولية الكبرى. رأس الهرم وهو حمد، فهو استهدافه من ديك الأيام، أيام اللي كان يكتب البيئة إلى يومك هذا، فصار مستهدف. كما أن أي تهمة، أي تهمة خاصة في سترة إلى أي أشخاص دائما هو من ضمنهم. دائما نشوف دائما أن لما يكتبون دائما يكتبون في أي تهمة فلتوها إياهم. لذلك لهالسبب وصلت أحين ما يقارب من 137 سنة، لأن كل تهمة تكون لازم هو يقطونه هي. أي جعفر كان من بداية الثورة كان مهدد بالتصفية من قبل الضباط، وخاصة هي في ضابط يسمونه ترك الماجد. هذا كان واجد مركز على مركز دائما واجد على البيت هذا، وهذا أكثر واحد اللي يتلفظ بألفاظ دنيئة هو هاي ترك الماجد. كما أني أحمل المسؤولية الكبرى السلطة في سلامة أخي جعفر.